صديقي الأعزاء، مرحبا بكم من جديد في منصة تلميذ تيس. إذا بما أننا قد أنهينا دروس المتعلقة بالدورة الثانية وأنشطة الدعم، لا بأس في تقديم نماذج بعد الفروض المراقبة المستمرة. إذا سوف نبدأ بفروض المراقبة المستمرة المتعلقة بالوحدة الرابعة، التوالد عند الكائنات الحية وانتقال الصفات الوراثية عند الإنسان. في هذه الحصة لدينا فردين، الفرد الأول متعلق بالفصل الرابع، فرد التوالد عند الإنسان، والفرد الثاني متعلق بالفصل الخامس، الوراثة عند الإنسان. إذا لنبدأ بالنموذج الأول، الفرد محروس التوالد عند الإنسان. إذا كما تعلمون فالفروض في مادة علوم الحياة والأرض تنقسم إلى جزئين، جزء استرداد المعارف، غالبا ما يكون التنقيط أو يحصل على 8 نقاط من 20، بينما الجزء الثاني الخاص بالاستدلال العلمي غالبا ما يكون له الحصة الأكبر من التنقيط أي 12 نقطة. إذا من الأفضل أن تسجلوا لديكم الأسئلة حتى نتمكن فيما بعد من الإجابة عليها. إذا بالنسبة لاسترداد المعارف لدينا السؤال الأول، حدد العبارات الصحيحة والخاطئة وذلك بوضع علامة في الخانة المناسبة. لاحظوا معي لدينا هنا 5 عبارات والنقط 5 نقط، إذا كل عبارة أجبنا عليها إجابة صحيحة سوف نعطيها نقطة، واضح؟ إذا نقرأ العبارات وحاولوا تسجيلها معي على دفتركم. إذا العبارة الأولى، تبدأ الأعضاء التناسلية في أداء وظائفها قبل البلوغ. أكرر، تبدأ الأعضاء التناسلية في أداء وظائفها قبل البلوغ. إذا صحيح أو خطأ سوف نجيبه فيما بعد. العبارة الثانية، يتكون المني من الحيوانات المنوية فقط. يتكون المني من الحيوانات المنوية فقط، الحيوانات المنوية الأمشاج الذكرية. العبارة الثالثة، البويضة خلية تناسلية عند الأنثى. أكرر، البويضة خلية تناسلية عند الأنثى. العبارة الرابعة، تتميز فترة الإباضة عند الأنثى بانخفاض طفيف في درجة حرارة الجسم. أكرر، تتميز فترة الإباضة عند الأنثى بانخفاض طفيف في درجة حرارة الجسم. إذا بما تتميز فترة الإباضة عند الأنثى؟ هل بانخفاض في درجة الحرارة أم ارتفاع؟ سوف نقرر فيما بعد إن كان صحيحا أم خطأ هذا الاقتراح. اقتراح الموالي، يتحول الجريب بعد الإباضة إلى جسم أصفر. أولا ما هو الجريب؟ الجريب هو الكيس الذي يحتوي على البويضة داخله، فنجد عدة جريبات، جريب أولي، جريب ثانوي، جريب ناضج، واضح؟ إذا بعد تحرير أو بعد الإباضة، أي يعني بعد تحرير الجريب للبويضة، إلى ماذا يتحول هذا الجريب؟ هل يتحول إلى جسم أصفر؟ إذا سوف نرى هل الاقتراح صحيح أم خطأ. ننتقل الآن إلى التمرين الثاني لاسترداد المعارف، أتمم النص التالي بما يناسب. إذا لدينا نص به 5 فراغات أو 6 عفوا فراغات، يجب أن نملأها انطلاقا من معارفنا التي تعلمناها في الدرس. إذا لدينا 3 نقط على الأجوبة، بما معنى كل جواب صحيح يستحق نصف نقطة. إذا نقرأ النص، البلوغ مرحلة من المراحل العمرية عند الإنسان ويتميز بنوعين من الصفات الجنسية. الصفات الجنسية، يجب أن نكمل أي كلمة، حيث تتجلى في استكمال النمو، نمو ماذا، وبداية وظيفتها عند كل من الذكر والأنثى. ثم الصفات الجنسية، أي صفات جنسية أولية أو ثانوية، حيث
تتجلى في مظاهر الرجولة كخشونة الصوت، ومظاهر الأنوثة ك إذا ما هي هذه مظاهر الأنوثة؟ بما أن يجب أن نكون أذكياء في التعامل مع الإجابة لكي نعرف أين سوف نكتب صفة الجنسية الأولية والثانوية، نقرأ النص بتمعن أولا. مثلا في الجزء الثاني من النص حيث تتجلى في مظاهر الرجولة كخشونة الصوت، إذا هنا خشونة الصوت هي هل تنتمي إلى صفة الجنسية الأولية أو الثانوية؟ إذا هنا مربط الفرس، إن عرفنا أي صفة جنسية هي سوف نكمل بالنسبة للمظاهر الأخرى. واضح؟ إذا ننتقل إلى الجزء الثاني من الفرد المتعلق بالاستدلال العلمي والتواصل البياني والكتابي. هذا الجزء يوجد به تمرينين. إذا لدينا التمرين الأول، يقول لتحديد دور الخصية عند ذكر بالغ، لتحديد دور الخصية عند ذكر بالغ أنجزت تجارب على فئران بالغة نوضحها في الجدول أسفل. إذا هذه التجارب سبق وأن رأيناها في الدرس. إذا لدينا الظروف التجريبية ثم النتائج المحصل عليها. إذا لدينا في البداية فأر شاهد لديه خصيتين، إذا وجود خصيتين. بما أن هذا الفأر لديه خصيتين سليمتين، نتائج قدرة الفأر الشاهد على الإنجاب، نمو الأعضاء التناسلية، وجميع الصفات الجنسية الأخرى. ثم التجربة الأولى لدينا استئصال خصيتين، إذا أمسكنا فأر واستئصال خصيتين كما رأينا في الدرس، أي تم إزالة خصيتين لهذا الفأر. كنتيجة نلاحظ إصابة الفأر بالعقم، ضمور الأعضاء التناسلية، تراجع الصفة الجنسية الثانوية، واختفاء الغريزة الجنسية. كتجربة ثانية لدينا حقن فأر مستأصل الخصيتين، هذا الفأر المستأصل الخصيتين تم حقنه بمستخلصات الخصية أخذت من فأر آخر طبعا. ما هي المستخلصات؟ لاحظوا معي لدينا هنا نجمة أسفل الجدول، مستخلصات المأخوذة من الخصية هي عبارة عن مواد هرمونية كما رأينا في الدرس، هي هرمونات. إذا ماذا كانت النتيجة؟ إصابة الفأر بالعقم، يعني الفأر يبقى عقيما، لكن ماذا يحدث؟ استرجاع الأعضاء التناسلية لنموها الطبيعي، ثم ظهور الصفات الجنسية الثانوية والغريزة الجنسية من جديد. إذا هذه الهرمونات ماذا نستنتج؟ أنها مسؤولة عن ماذا؟ الأسئلة المتعلقة بهذا التمرين، لدينا السؤال الأول ألف فسر نتائج هذه التجربة، ب استنتج مما سبق دور الخصيتين عند الذكر. واضح؟ إذا حاولوا تدوين إجابتكم متوقعة. ننتقل إلى التمرين الثاني. التمرين الثاني يقول تقدم الوثائق جانبها مقطعا عرضيا لمبيض، ومراحل دورة المبيض تظهر التغيرات التي تطرأ على مستوى المبيض خلال دورة جنسية عند المرأة مدتها 28 يوما. إذا لدينا هنا مقطع عرضي للمبيض كما سبق أن رأينا في الدرس، به جريبات، جريب أولي ثانوي ثم جريب ناضج، به بويضة طبعا ناضجة، ثم تتم عملية الإباضة في اليوم 14، وبعد الإباضة نلاحظ هناك جسم أصفر. إذا صف ما يحدث على مستوى المبيض كل 28 يوما. إذا يجب هذا السؤال لكي نجيب عنه يجب أن نصف مرحلة مرحلة، بما أن هناك ثلاث مراحل، إذا ما قبل الإباضة ثم مرحلة الإباضة وما بعد الإباضة. يستحسن في إجاباتنا لكي نكون دقيقين أن نصف كل مرحلة على شكل عوارض. واضح؟ ثم ب لماذا تسمى الأحداث التي تتم على مستوى المبيض كل 28 يوما دورة؟ لماذا تسمى بدورة المبيض؟ واضح؟ أظن مقطع عرض المبيض يبين ذلك، ثم مراحل دورة المبيض. إذا إن تمكنتم من تدوين سريع لإجابتكم متوقعة، دعونا ننتقل إذن إلى الأجوبة. إذا كتذكير كما رأينا، السؤال الأول استرداد المعارف يطلب حدد العبارات الصحيحة والخاطئة، وذلك بوضع علامة في الخانة المناسبة. إذا العبارة الأولى تبدأ الأعضاء التناسلية في أداء وظائفها قبل البلوغ، هو اقتراح
خطأ، لأن الأعضاء التناسلية لا تبدأ في تأدية وظائفها إلا بعد البلوغ. واضح؟ اقتراح ثاني، يتكون المني من حيوانات منوية فقط. هل المني عند الذكر يتكون فقط من الأمشاش الذكرية فقط؟ طبعا هو اقتراح خاطئ، لأن المني يحتوي على أمشاج ذكرية وكذلك على المواد المغذية التي تحتاجها هذه الأمشاج أو الحيوانات المنوية. اقتراح ثالث، البويضة خلية تناسلية عند الأنثى. واقتراح صحيح، تتميز فترة الإباضة عند الأنثى بانخفاض طفيف في درجة الحرارة، حرارة الجسم. هو اقتراح خاطئ، لأن بالعكس فترة الإباضة يصاحبها ارتفاع طفيف في درجة الحرارة وليس انخفاض. يتحول الجريب بعد الإباضة إلى جسم أصفر. هو كذلك اقتراح صحيح. إذن نقطة واحدة على كل إجابة صحيحة. سؤال ثاني، أتمم النص التالي بما يناسب. البلوغ مرحلة من المراحل العمرية عند الإنسان، ويتميز بنوعين من الصفات الجنسية. الصفات الجنسية، أي صفات جنسية تتجلى في استكمال نمو ماذا؟ بينما السطر الثاني، الصفات الجنسية تتجلى في مظاهر الرجولة كخشونة الصوت. إذا كما سبق وأن قلت، إذا يجب أن أكون أذكياء في الإجابة. إذا بالنسبة للصفات الجنسية، فهي الصفات الجنسية الأولية حيث تتجلى في استكمال النمو طبعا الأعضاء التناسلية وبداية وظيفتها عند كل من الذكر والأنثى. بينما الصفات الجنسية الثانوية حيث تتجلى في مظاهر الرجولة كخشونة الصوت. نحن مباشرة حينما نقرأ خشونة الصوت إذا نعرف أن هذه الصفات تتعلق بصفات ثانوية. طبعا خشونة الصوت عند من؟ عند الذكر، واتساع الكتفين. ومظاهر الأنوثة تتجلى في كبروز الثديين واتساع الحوض. واضح؟ إذا كل إجابة صحيحة تستحق نصف نقطة. إذا ننتقل للاستدلال العلمي. إذا كما سبق أن رأينا جدول تجارب، لدي هنا فقط مقتطف لنتذكر النتائج. إذا سؤال ألف، فسر نتائج هذه التجارب. إذا لدينا تجربتين، التمرين ككل 7 نقاط. إذا هنا 4 نقاط على تفسير. إذا نقطتين لتفسير النتيجة الأولى ونقطتين لتفسير النتيجة الثانية. إذا استئصال الخصيتين أدى إلى إصابة الفأر بالعقم، ضمور الأعضاء التناسلية، تراجع الصفة الجنسية الثانية واختفاء الغريزة. إذا يمكننا أن نقول أن الخصيتان هما المسؤولان عن الإنجاب، يعني نستنتج أن الخصيتان مسؤولة عن الإنجاب عند الرجل، وكذلك مسؤولة عن نمو الأعضاء التناسلية وعن ظهور الصفات الجنسية الأخرى والغريزة الجنسية. فيما يتعلق بالتجربة الثانية، يمكننا أن نستنتج أن الخصيتان مادة مسؤولة عن نمو الأعضاء التناسلية وظهور الصفات الجنسية الأخرى والغريزة الجنسية، وهذه المادة هما الهرمونات. استنتج مما سبق دور الخصيتين عند الرجل. طبعا للخصيتين دوران أساسيان. الدور الأول، إنتاج الأمشاج الذكرية المسؤولة عن القدرة على الإنجاب الدور الثاني، إفراز هرمون جنسي مسؤول عن ظهور الصفات الجنسية والغريزة الجنسية. واضح؟ ننتقل إذن إلى التمرين الثاني. إذن التمرين الثاني يتكون من سؤالين. السؤال الأول، صف ما يحدث على مستوى المبيض كل 28 يوما تقريبا. إذا سبق وأن قلنا يجب أن نقسم على 3 مراحل. إذا يمكننا أن نقول خلال 14 يوما الأولى ينمو أحد الجريبات وتنتج البويضة. إذا هذه المرحلة هي المرحلة الجريبية. ثم تأتي المرحلة الثانية خلال اليوم 14 بالضبط، ينفجر الجريب الناضج ويحرر بويضة. إنها مرحلة الإباضة. ثم 14 يوما أو ما بعد اليوم 14 إلى نهاية الدورة، تتميز بتحول الجريب إلى جسم أصفر. هي المرحلة التي سبق وأن سميناها المرحلة الجصفرونية. واضح؟ ب. لماذا تسمى الأحداث التي تتم على مستوى المبيض كل 28 يوما دورة؟ يمكننا أن نسميها دورة طبعا، لأن
هذه الأحداث التي تحدث خلال هذه المدة تتوالى وتتكرر في الدورات اللاحقة بشكل دوري، بما معنى هذه الأحداث كل دورة تتوالى تتكرر بنفس الوتيرة 14 يوما، الأولى مرحلة الجريبية، تليها الإباضة، ثم المرحلة الجصفرونية. هل واضح؟ إذن إن كان واضحا دعونا ننتقل للنموذج الثاني، وهو الفرد المحروس متعلق بالوراثة عند الإنسان. كذلك هذا الفرد أيضا تم تقسيمه إلى استرداد معارف واستدلال علمي. إذا لدينا هنا السؤال الأول في استرداد المعارف، صل عناصر المجموعة ألف بالمجموعة باء بما يناسب. لدينا مجموعة ألف بها صفة جنسية مورثة خارطة صبغية، مجموعة باء مجموع صبغيات خلية، يعني تعريف هي عبارة عن تعريف لمصطلحات مجموعة ألف، مجموع صبغيات خلية مرتبطة حسب القد والشكل، صفة تنتقل من جيل إلى آخر، جزء من صبغي مسؤول عن صفة وراثية معينة. طبعا كل سهم صحيح يستحق نقطة. سؤال ثاني، أتمم فراغات النص أسفل بما يناسب من الكلمات المقترحة عليك: الخط الأفقي، صفة الوراثية، الإناث، الذكور، ثم الأسود. النص يقول: تمكن دراسة شجرات النسب من تتبع انتقال بعض ماذا واحتمال حدوثها عبر الأجيال. يرمز بمربع لماذا، ويرمز بالدائرة إلى ماذا. تلون هذه الرموز ب إذا كان الفرد يظهر العاهة أو الصفة المدروسة. ثم يمثل الأفراد المنتمون إلى نفس الجيل على نفس ماذا؟ واضح؟ إذن الكلمات هي فقط يجب ترتيبها في مكانها، كل كلمة صحيحة تستحق نقطة. إذن الجزء الثاني من الفرد المتعلق بالاستدلال العلمي كذلك يتكون من تمرينين. إذن لدينا التمرين الأول، تتكون الخريطة الصبغية من أزواج من الصبغيات المتماثلة كما سبق وأن رأينا في الدرس. لتعرف الخريطة الصبغية عند كل من الذكر والأنثى نقدم الوثيقة أسفل. للوثيقة الأولى الخريطة الصبغية عند الرجل، واضح؟ نلاحظ أنها تتكون من اثنان. لاحظوا جيدا قبل الإجابة تمعنوا، وقبل دراسة الأسئلة تمعنوا جيدا في الوثائق. نلاحظ أن الوثيقة الأولى الخريطة الصبغية عند الرجل تمثل 22 صبغي أو زوج من الصبغيات بالإضافة إلى إكس إي غريك، إذن فهي خريطة صبغية عند الرجل. ثم الخريطة الثانية هي خريطة صبغية عند المرأة، لأننا نلاحظ 22 زوج من الصبغيات بالإضافة إلى الصبغيين جنسيين إكس إكس. سؤال ألف، كم عدد أزواج الصبغيات في خريطة صبغية؟ باء، في أي زوج من الصبغيات يختلف الذكر والأنثى؟ حدد رمزه عند كليهما، يعني عند كليهما، الرمز عند الذكر والرمز عند الأنثى. لماذا يسمى هذا الزوج من الصبغيات بصبغيات جنسية؟ لماذا؟ تمرين ثاني، يعتبر لون الشعر صفة وراثية عند الإنسان، يمثل الحليل ب اللون الأسمر والحليل أغ اللون الأشقر. لتتبع انتقال هذه الصفة من الآباء إلى الأبناء نقدم الوثيقة التالية، واضح؟ إذا انطلاقا من هذه الوثيقة طبعا لدينا هنا الحليلات ممثلة، أمشاج يعني يمثل بحليل واحد، بعد ظاهرة الإخصاب نلاحظ أن هناك بيضة بها حليلين، واضح؟ لماذا يعتبر لون الشعر صفة وراثية عند الإنسان؟ لماذا؟ عرف الحليل، ثم كيف تفسر النسب المحصل عليها في لون شعر الأبناء؟ هذه النسب 25%، 50%، 25%، بماذا نفسرها؟ وكيف لآباء لون شعرهما أسمر أن ينجب أبناء بلون شعر أشقر؟ نعود إلى شجر ممثلة، عفوا، هو رسم. نلاحظ أن الآباء كل منهما يحمل حليلين ب و أغ. بما هو؟ هو الشعر الأسمر، أغ اللون الأشقر المحجوب. نفس الشيء بالنسبة للأب، لديه شعر أسمر لكن لديه حليل
لون شعر أشقر كذلك محجوب. إذن نذهب إلى الإجابة. بالنسبة لاسترداد المعارف، سلبيسة طبعا. إذا الصفة الجنسية ما هي؟ طبعا هي صفة تنتقل من جيل إلى آخر. مورثة، هي جزء من صبغي. مورثة، أكرر، جزء فقط من صبغي مسؤول عن صفة وراثية معينة. ثم خريطة صبغية، هي مجموع صبغيات خالية مرتبة حسب القد والشكل كما سبق وأن رأينا. أتمم فراغ النص بالمصطلحات التالية. إذا تمكن دراسة شجرة النسب من تتبع انتقال بعض ماذا؟ طبعا بعض الصفات الوراثية واحتمال حدوثها عبر الأجيال أو انتقالها. يرمز بمربع لمن؟ للذكور، ويرمز بالدائرة إلى الإناث في شجرة النسب دائما. تلون هذه الرموز بالأسود إذا كان الفرد يظهر العاهة أو الصفة المدروسة. يمثل الأفراد المنتمون إلى نفس الجيل على نفس الخط الأفقي. واضح؟ دائما في إجابات إملاء فراغات النص حين الانتهاء نعيد قراءة النص حتى يتبين لنا إن كانت الجمل صحيحة كما سبق أن رأيناها أن جمل خاطئة. واضح؟ ننتقل للاستدلال العلمي. عفوا، إذا لدينا خريطة صبغية للرجل والمرأة، كم عدد أزواج صبغيات في خريطة صبغية؟ ألف، تتشكل الخريطة الصبغية عند الإنسان طبعا من 23 زوجا من الصبغيات المتماثلة. في أي زوج من الصبغيات يختلف الذكر والأنثى؟ حدد رمز عند كليهما. انطلاقا من الخريطة الصبغية ومما رأينا في الدرس، نعلم أن كل من الذكر والأنثى يختلف في الزوج 23، حيث نلاحظ عند الرجل الزوج إكس إيغريك وعند المرأة الزوج إكس إكس. تاء، لماذا يسمى هذا الزوج من الصبغيات بصبغيات جنسية؟ طبعا يسمى بصبغيات جنسية لأنها مسؤولة عن تحديد الجنس. فحينما يكون الزوج إكس إكس فإنه يحدد جنس أنثى، إكس إيغريك يحدد جنس ذكر. واضح؟ ننتقل للتمرين الثاني أو تصحيح التمرين الثاني. إذا لماذا يعتبر لون الشعر صفة وراثية عند الإنسان؟ لماذا انطلاقا من الشكل؟ طبعا يعتبر لون الشعر صفة وراثية لأننا نلاحظ أن هذه الصفة تنتقل من الأبناء إلى من الآباء إلى الأبناء، أي تنتقل من جيل إلى آخر. أعرف الحليل. إذا انطلاقا من مكتسباتك القبلية، فالحليل هو أحد أشكال تعبير مورثة معينة. إذا كانت المورثة تتحكم في صفة معينة فهذه الصفة قد تختلف من فرد إلى آخر. واضح؟ أكرر، الحليل هو أحد أشكال تعبير مورثة معينة. آخر سؤال، كيف تفسر النسب محصل عليها في لون شعر الأبناء؟ إذا ما هي هذه النسب؟ لدينا شعر أشقر 25%، شعر أسمر ولكن لون أشقر محجوب 50%، ثم الشعر الأسمر 25% لوحده. لماذا تم الحصول على هذه النسب؟ لأن كل من الآباء لديه حليل ب سائد وهو المسؤول عن لون الأسمر، وحليل أغ متناحي وهو المسؤول عن اللون الأشقر. إذ يمكن للأبوين لهما شعر أسمر أن ينجب أبناء شعرهما أشقر، لأن أثناء انقسام وتشكل الأمشاج فالمشيج يحمي الحليل. إذن هنا إما يحمل شعر أسمر أو يحمل شعر أشقر متنحي. في حالة ما إذا الأم أعطت شعر أشقر متنحي والأب شعر أشقر متنحي، الحليل المتعلق عفوا بشعر أشقر متنحي، فهذا الأطفال سوف يكون لديهم شعر أشقر لأن ليس لديهم حليل به شعر أسمر سائد. واضح؟ نفس الشيء بالنسبة للشعر الأسمر السائد، هكذا يمكن تفسيره. إذا تلاميذتي الأعزاء، نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه النماذج للفروض. شكرا على حسن المتابعة. قائم آخر إن شاء الله.